على وقع طبول قصف الاحتلال الصهيوني تتفاقم معاناة سكان غزة مع استمرار سقوط الضحايا وسط موجات نزوح داخلي كبيرة وغياب للمساعدات الإغاثية. أكثر من 75,000 فلسطيني نزحوا داخل القطاع المحاصر خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم 50,000 اتخذوا مدارس الأونروا ملاذاً لهم بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. بيد أن قاموس المحتل لم يخلو من سياسة استهداف المدارس والملاجئ ووسائل الإعلام، إلى جانب منعه وصول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. لجوء الاحتلال إلى سلاح قطع المساعدات الإغاثية عن الفلسطينيين دفع منظمات دولية عديدة للمطالبة الفورية بفتح المعابر المغلقة، أبرزها منظمة الأونروا التي أطلقت نداءً إنسانياً لجمع 38 مليون دولار من أجل إغاثة غزة. منظمة الصحة العالمية بدورها دخلت على خط التنديد، إذ أكدت أن الاحتلال يواصل تقييد وصول المساعدات الأساسية والطبية للقطاع الذي يشهد انهياراً صحياً كبيراً، على الرغم من تفشي وباء كورونا وانقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة وجود حاجة ملحة لتمويل الاحتياجات الصحية الطارئة ب7 ملايين دولار. أما برنامج الأغذية العالمي في فلسطين فقد حذر على لسان المسؤول فيه سامر عبد الجابر من استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، لا سيما في ظل إغلاق المعابر ونقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار. جميع هذه التنديدات والمطالبات سبقتها تقارير حقوقية صدرت عن منظمة العفو الدولية والمرصد الأورو متوسطي وغيرهما خلال الأيام الماضية، أجمعت على تحميل قوات الاحتلال مسؤولية الهجمات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. ووفق جميع المعطيات على أرض الواقع الفلسطيني، لا يبدو أن هذه المطالبات ستلقى آذاناً صاغية لدى سلطات الاحتلال، مع تمسكها بسياسة الدمار المتعمد للممتلكات المدنية داخل القطاع ونهج القتل العشوائي للفلسطينيين بشتى الوسائل.